النهارده رئيس الوزراء في مصر ايا كان اسمه ايا كان قدراته لازم يجيبوا حد خارق، لان التركه كبيره، المشاكل كثيره، ما ينفعش انا كوزير رئيس وزراء اتصدى لها لوحدي. طب قول لي يا فندم، انت عارف المقابله، قولي لي حضرتك رئيس الوزراء عنده كام واحد ريبورتنج ليه؟ لا ما اعرفش، بدون مبالغه مش اقل من 50 واحد، حاجه و50 واحد دول، لان في 33 وزير، وبعدين في 2 3 في الامانه في مجلس الوزراء، وفي مجموعه من الهيئات تتبع مباشره رئيس الوزراء. ما فيش بني ادم في العالم ده، لو في بلد متقدمه جدا وما عندهاش مشاكل، ان انا ابقى عندي حاجه و50 واحد. ده انا ممكن في بعض الرئيس بعد الثوره، مش بتكلم على المهندس شريف، لكن بعد الثوره في رئيس وزراء دخل الوزاره وخرج وما قابلش ناس من اللي هم ريبورتنج ليه، ما شافهمش. هو دول مفترض يعملوا ايه؟ ايه دورهم يعني؟ رؤساء هيئات مش عارف صندوق تقارير بقى وكده وحاجات كده، عايزين دورها اهميه، طب خليها ريبورتنج رئيس الوزراء، خليها فاصبح النهارده وانا وزير التنميه الاداريه انا عملت للدكتور حازم شرط كامله بالناس اللي تخيلي بقى ان لما رئيس الوزراء يقول لي هو ده ريبورتنج ليه؟ هو ده تبعي؟ اقول له يا فندم تبعك. ما يعرفش حد. خلاص؟ رايي الشخصي، عشان احنا بنتكلم على التعديل الوزاري، اتمنى ان التعديل الوزاري اللي هيحصل المره دي ما يبقاش شيل الدو وهات شاهين. خلاص؟ رايي الشخصي ان التركه ثقيله على اي رئيس وزراء ايا كان. رايي الشخصي، ودي تجارب اتعملت في بلاد ثانيه مش بألفها من عندي، ان مجلس الوزراء يقسم الى 4 مجموعات وزاريه، مجموعه سياسيه وامنيه ودي ممكن تبقى برئاسه رئيس الوزراء، ومجموعه اقتصاديه يرأسها حد اقتصادي قوي، ومجموعه خدمات جماهيريه يرأسها حد يقدر، يعني لولا ان معالي رئيس الوزراء ابراهيم محلب كان يعني كان رئيس وزراء قبل كده كنت اقول لك هو ده اللي كان ينفع، فمجموعه خدمات جماهيريه فيها بقى النابلة. بترشحه يرجع تاني بقى؟ لا مش انا ما قلتش كده، لا قلت يعني كده، لا قلت كده، بيقول واحد بنفس القدرات، بنفس القدرات دي لك الوزارات الخدميه ومجموعه تنميه بشريه وهو كل ما يخص البلد المصري، اللي هي بقى الشباب والرياضه، الصحه، التعليم، التعليم العالي والكلام ده كله. وجود 3 نواب رئيس وزراء متخصصين. شوف حضرتك قلتي ايه؟ حضرتك قلتي المهندس ابراهيم محلب كان في الشارع وكان بيعمل بتاع، ما هو ده بس هو ده السؤال برضه، مطلوب منه ينزل الشارع ولا يقعد في المكتب؟ لان ساعتها برضه لما كان المهندس ابراهيم محلب بينزل كان بيبقى فيه لوم عليه، ده مش دورك، فين المحافظين، فين المحليات، فيعمل ايه؟ ما ينفعش يشتغل بطريقه تقليديه. عشان كده بقول لك خروجا من هذا المازق، انا عندي نائب رئيس وزراء مسؤول عن الخدمات الجماهيريه، النقل والاتصالات والتموين وكل ما هو الشارع بقى، ده غير رئيس الوزراء. خلاص؟ اللي مسؤول عن التنميه البشريه بيقدر ينسق ما بين الثقافه والتعليم والتعليم العالي والصحه والشباب، كل ما يخص البناء الانسان المصري. الاقتصاديه محتاجه اقتصادي يعني قوي. يعني بتقترح حضرتك 3 نواب لرئيس الوزراء؟ بقترح 3 نواب لرئيس الوزراء، امنيا سياسيا ومجموعه اقتصاديه. يقسم وده مش هيمشي على طول، بس هي فتره انتقاليه سنتين حتى ولا حاجه. اتفضل. يعني اتمنى انها تبقى في حد 2018 حتى في نهايه الفتره الرئاسيه. 4 مجموعات وزاريه، مجموعه امنيه وسياسيه ودي تبقى برئاسه رئيس الوزراء، تمام، مجموعه اقتصاديه برئاسه نائب رئيس وزراء للشؤون الاقتصاديه، شخصيه اقتصاديه بتفهم في الاقتصاد فقط، مش مهم تبقى تفهم في حاجات تانية، مجموعه خدمات جماهيريه عشان يبقى نائب رئيس الوزراء ده ما عندوش حاجه الا متابعه الخدمات الجماهيريه. خلاص؟ وبعدين للتنميه البشريه اللي احنا بنفتقدها كتير، احنا عندنا مشاكل تعليم، عندنا مشاكل صحه، عندنا هل حضرتك مطلوب من رئيس الوزراء في مصر في الظروف اللي احنا فيها يبقى بينزل الشارع عشان الخدمات الجماهيريه، ويبقى بينفذ سياسات امنيه وسياسيه في كل المشاكل اللي احنا فيها داخل مصر وخارج مصر، ويبقى كمان بيركز على التعليم وعلى الصحه وعلى التنميه البشريه؟ لا يمكن، لا يمكن. فاحنا في مرحله ما ينفع، احنا جربنا 6 سنين بنجرب رئيس وزراء واكثر من 30 وزير.